السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمن فضل الله علينا أن أنزل على نبينا هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، ومن هداية هذا القرآن للتي هي أقوم هدايته لنا في باب التآخي. فنحن كمؤمنين والحمد لله إخوة، شئنا ذلك أم أبيناه، فما دمنا قد دخلنا في الإسلام والحمد لله نحن مسلمون مؤمنون، إذن لابد أن نتآخى مع المؤمنين كلهم شئنا ذلك أم أبيناه. إن الله قال إنما المؤمنون إخوة، وقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فنحن إخوة كمسلمين شئنا ذلك أم أبينا، ما دمنا راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لزمتنا الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية. وقد ذكرنا بهذا الأصل في عدة آيات وعدة أحاديث في باب البيوع، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، في باب الزواج والخطوبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، في أبواب البيوع أيضا، أرأيتم من أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. حتى في أشد الأحوال في حال القتل، إذا قتل لي أخي قتل أو أبي قتل، الأخوة الإيمانية لا تنقطع، فإن الله قال فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الأخوة الإيمانية ذكرت في كل الأبواب، قلت أبواب البيوع، أبواب النكاح، أبواب الجهاد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحن كمسلمين ونحن كمؤمنين إخوة شئنا ذلك أما بينها. المسلم في مصر أخ للمسلم في أسبانيا، أخ للمسلم في تركيا، أخ للمسلم في أستراليا، أخ للمسلم في المغرب، في أي بلد كان المسلم أخ المسلم، كما بيّن الله في كتابه وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الأخوة الإيمانية تبقى لنا يوم القيامة أيضا، فإن الله قال في شأن قوم وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى وتقطعت بهم الأسباب؟ الناس يتواصلون في الدنيا بأسباب اتصالات، واحد يتصل بالآخر، صلته بالآخر، تاجر كما أنه يتاجر، تاجر تمر مع تاجر تمر، تاجر بيض مع تاجر بيض، صلة التجارة تربطهم. واحد يتصل بالآخر لكونه زميلا له في الدراسة، الزمالة تربطهم. آخر يتصل بالآخر للقرابات، قريبه. آخر يتصل بالآخر لمصاهرات، صهر له.
هذا يتصل بذاك للجيرة. كل هذه الأسباب من أسباب التواصل تتقطع يوم القيامة وتتمزق، لا يبقى إلا سبب واحد هو الذي يتواصل به، سبب الإيمان. سبب الإيمان هو الذي يبقى إلى يوم القيامة. فالأخوة الإيمانية هي التي تبقى إلى يوم القيامة. نعم نتصل ببعض بالأرحام، هذا قريبي، هذا ابن عمي، هذا رحمي، كل هذه تتقطع يوم القيامة، ويبقى سبب واحد وهو سبب الإيمان بالله، هو الذي يبقى. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه المسألة يا إخوة أصل من المسائل، من الأصول، حتى في الخصومات ومع اشتداد الخصومات الأخوة الإيمانية لم تنقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبله إن شاء ردها. والخصمان اللذان وقفا بين يدي داود عليه السلام، بدأ أحدهما بطرح المشكلة فقال: خصمان باغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي. صدر عرض القضية بقوله: إن هذا أخي له 99 نعجة. فالأخوة لم تنقطع، ولي نعجة واحدة الآيات. فالأخوة الإيمانية تبقى وتبقى إلى يوم الدين. الأخوة هذه يا إخوة لها مستلزمات، للأخوة الإيمانية مستلزمات. فأنا أتعامل مع المسلم على أنه أخ لي، أخ لي كما هو أخي من النسب، بل أفضل من أخي من النسب. أنصحه، أجتهد في الستر عليه، لا أكون أبدا عونا للشيطان عليه. الأخوة الإيمانية لها مستلزمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا أسلمه للأعداء، لا أسلمه للعدو، ولا يخذله. إن كان في موطن يحتاج إلى نصرة ناصرته، ولا يخذله ولا يحقره. لا أحقر أخي المسلم، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه حقوق لأخي المسلم علي. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا أسلمه لعدوه، ولا يخذله في موطن يحتاج إلى نصرة، ولا يحقره. بحسب امرئ منكم، يكفي واحد منكم من الإثم والذنب، من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أرض المسلم مصان، لا أخوض أبدا في أرض أخي المسلم. والنبي حذر من الخوض في أعراض المسلمين في حجة الوداع، لما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أرض المسلم يصان، من حق أخيك المسلم أن تنصره ظالما أو مظلوما. تعجب الصحابة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعوه يقول:
انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله نصرناه مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. يعني إذا رأيت أخي يظلم، يظلم شخصا غريبا حتى، أنصر أخي كيف؟ أمنعه من الظلم، لأن إذا منعته من الظلم سلم يوم القيامة، إذا تركته يظلم سيعذب يوم القيامة. فمنعي له من الظلم نصر له على الشيطان ونصر له على نفسه الأمارة بالسوء. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فلا تجامل أخاك إن رأيته يظلم، تقول له أخي لا، أنت تضره إذا رأيته يظلم، تضر أباك إذا رأيت أباك يظلم ولم تمنعه من ظلمه. المسلم من لوازم إخوته المسلمين أن ينصح لهم، ينصح لهم، حق المسلم على المسلم أن ينصح له. قدم له النصيحة، قدم له النصيحة، بس افترض أنه لا يحسن التجارة، قدم له النصيحة، يا أخي التجارة الصح تفعل فيها كذا وتفعل فيها كذا وتفعل فيها كذا. لا يتقن الصناعة، فالرسول يقول في بيان صنائع المعروف تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني في صانع الشغل المتراكم عليه ومش قادر، ما لا يستطيع أن يفي، ساعده. واحد آخر صنايعي لكن مش ماهر، ليس بماهر، صنايعي ليس بماهر، وأنت ماهر، الذي رزقك الله الفهم، الذي رزقك الفهم هو الله، والذي حرمه الفهم هو الله. أو تصنع لأخرق، واحد لا يعرف يجيد المهنة لا تجلس تسخر منه وتضحك عليه، علمه كيف يصنع، علمه كيف يتاجر، خذ بيده، خذ بيده، أرشده إلى الطيب الذي يفعله. فهذا من لوازم الأخوة، تعين صانعا أو تصنع لأخرق كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جئت تبيع وتشتري من أخيك المسلم، بين له يا أخي سلعتك طيبة الحمد لله وتستاهل مبلغ، بس أنا لن أشتري إلا بكذا، بين له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. انصح لإخوانك المسلمين، لا تنظر إلى مصلحتك أنت فقط، انظر إلى مصلحة إخوانك من أهل الإسلام. النصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المسلم له على المسلم حقوق. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخوك المسلم جاءته مصيبة، أنت تعرف إيمان نفسك في حال المصيبة التي تحل بأخيك، هل أنت سعيد بها وفرح من قلبك أم أنك حزين على أخيك المسلم؟ إن كنت سعيدا فأبشر بشر، إن كنت حزينا من المصيبة التي حلت بأخيك المسلم فأنت على خير. إن كنت تحب لأخيك المسلم أن يفتضح أمره وأن يشهر به في الناس فبشراك بالعذاب. إن الله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن في المقابل إذا أنت حزين على مصاب أخيك فالرسول يقول وأهل الجنة ثلاثة، رجل رحيم، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم،
رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إذا أردت أن يكون الله في عونك، أردت أن يكون الله في عونك وأن يساعدك ربك سبحانه وتعالى، فكن في عون أخيك المسلم. إن النبي قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يسر على إخوانك، يسر الله عليك. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا كنت تريد أن يكون الله في عونك وأن يعينك على أعمالك ويوفقك، كن في عون إخوانك المسلمين كذلك. لا تترك إخوانك في خصومات وشقاق، تدخل للصلح بينهما وإن لم يطلب منك هذا الصلح، وإن لم يطلب منك أنت ابحث. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بني عمرو بن عوف عند مسجد قباء بينهم مشاكل وتضاربوا حتى بالجريد والحجارة، قال: قوموا بنا. قال لأصحابه: قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف، من تضاهم أن يأتونا، قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة، من لوازمها فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اسأل عنه إذا غاب، لماذا غاب أخي؟ أين ذهب؟ مريض؟ مسافر؟ اطمئن على إخوانك المسلمين كما تطمئن على أخيك لأمك وأبيك. الرسول يسأل الأنصاري، يقول له: كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ وكان سعد مرض بعض الشيء، فالرسول يسأل: كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ يسأل النبي عن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. تفقد أحوال إخوانك، زرهم لله وفي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: زار رجل أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته، مدرجة البلدة التي هو ذاهب إليها، ملكا في صورة رجل. قابله: أين تريد أن تذهب؟ قال: أذهب لزيارة فلان أخي في الله في هذه القرية. قال: هل لك عنده من نعمة تربها، يعني ترجو نماءها، بينكم تجارة، بينكم شيء تربها، ترجو نماءها وازديادها؟ قال: لا والله، غير أني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله، أن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله. احفظ لأخيك المسلم عرضه، لا تجعل عرض أخيك المسلم ينتهك أمامك وتسكت مجاملة للمتكلم. أنت تظلم الاثنين، تظلم المتكلم وتظلم الآخر البعيد الذي ينتهك عرضه. لقد رأيت رجالا من أهل الفضل واغتيب أقوام أمامهم فهبوا كالأسود. كيف تأكل من لحم أخيك الميت؟ كيف تتقيل الآن الأكل الميت الذي أكلته؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن من الكبائر كما لا يخفى الغيبة، والتي هي ذكرك أخاك بما يكره. حق أخيك المسلم عليك أن تستر عليه، زلت قدمه استر عليه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا تبادر بفضيحته، استر على أخيك المسلم لا تفضحه. زلت قدمه لا تكن عونا للشيطان عليه، افتح له أبواب التوبة، افتح له، رغبه، اذكر مآثره حتى لا ييأس من رحمة الله. إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من شرب الخمر، يشرب يؤتى به فيجلد، يشرب فيؤتى به فيجلد. فقال أحد الصحابة: كل يوم جاي تنجلد، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه ما علمت يحب الله ورسوله، هو يحب الله ورسوله لكن قدمه تزل ويشرب الخمر ويؤتى يجلد. قال: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فقول الرسول: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تقل أتركه يغرق يتركه يفعل، لا أبدا، لا تكن عونا للشيطان على أخيك المسلم، قربه إليك بكل صور التقريب التي تستطيعها مع سؤال الله له التوفيق. حق لأخيك المسلم عليك، بل هو لنفسك أنت أيضا، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، تدعو لأخيك بظهر الغيب. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان رضي الله عنه رحمه الله، وكان مسافرا هو زوج ابنتها، قالت: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت خليلي أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل، ملك واقف عند رأسك، إذا ينتظر موكل. مهمته، ما مهمة الملك؟ في ملك موكل بشيء، ملائكة كثيرون جدا ولهم وظائف، واحد ملك من الملائكة بإذن الله يدبر الأمر، يأخذ أمر الله التي دبرها الله يدبرها لبني آدم، فالمدبرات أمرا. واحد ملك مهمته واقف عند رأسك ينظر يسمع، إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يسجل: دعا محمد لأحمد بظهر الغيب يوم كذا وكذا، ويؤمن ويؤمن على ما تقول. ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. تقول: يا رب وفق أخي علاء، آمين ولك بمثل. يا رب وفق أخي زيد، آمين ولك بمثل. هكذا الملك واقف يؤمن على ما تقول ويدعو لك، ويدعو لك. فحق لأخيك المسلم أن تدعو له حتى بعد مماته، وهذا من مناقب المؤمنين، أنهم أن بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، وليس لنا فقط بل ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين سبقونا بالإيمان اغفر لهم يا رب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حق لأخيك المسلم يا أخي، حق لأخيك المسلم إذا لقيته سلم عليه، تسلم عليه، لا تمشي مستنكفا مستكبرا، أنت الخاسر، والله أنت الخاسر. النبي يقول: أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. ويقول: حق المسلم على أخي إذا لقيه فليسلم عليه، فليسلم عليه. وأنت مأجور: السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم 20 حسنة ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. سلم على إخوانك المسلمين، إذا مرض عده، إذا مرض عده. حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده،
إذا وقع في الأسر أن يسعى لفكاكه، إذا جاع أطعمه، أطعم الجائع، قاله الرسول أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض، أطعم الجائع فك العاني، يعني سارع لفك الأسارة، الأسير يكون ذليلا في أيدي الأعداء. أطعم الجائع وفك العاني، أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض. حقوق ضيعت، أرض إخوانكم المسلمين يصان يا أيها الإخوة، لا تستطل في عرض إخوانك المسلمين، لا تستطل في الاغتياب اغتياب إخوانك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري أبي بأقوام لهم أظفار من نحاس، الظفر تحول إلى نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يقطع في جسم نفسه، يقطع جسم نفسه. فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فلا تستطل في عرض أخيك المسلم. إن ربنا وصفها أو شبهها بأجمل تشبيه وأجمل وصف: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ جيفة، جيفة ميتة، جيفة إنسان من بني آدم ميتة، وأنت تأكل منها وتملأ بطنك من الجيفة الميتة، هذا شأن المغتاب بتوصيف الله جل ذكره له. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنت تكره، أنت تكره أن تشم رائحة الميت المنتفخة، فكيف بالذي يولغ فمه ولسانه ويأكل في هذه الجيفة النتنة؟ كيف ذلك؟ فهذا شأن المغتاب. ولذا فعائشة رضي الله عنها لما أثنى عليها حسان بعد أن اغتابها وطعن في أرضها في حديث الإفك، وأنزل الله التوبة عليها وكذب ربنا من طعنوا في أرضها، كان حسان يصفها بقوله يثني عليها بعد أن ظهرت براءتها والحمد لله، يقول: حصان، يعني محصنة عفيفة، رزان عاقلة، ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. ما معنى تصبح غرسا من لحوم الغوافل؟ تصبح جائعة. لماذا؟ ما أكلت لحما ميتا، ما أكلت، ما اغتابت أحدا، تصبح غرسا من لحوم الغوافل. فتقول عائشة: لكنك لست كذلك، لكنك لست كذلك، أنت ملأت بطنك من جيفتي يا حسان، ملأت بطن، هذا مضمون كلامها، هو يقول: وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، وهي تقول: لكنك لست كذلك. أخذ على خاطرها وقد عفت عنه. فالذي يخوض في عرض أخيه المسلم ويغتاب إخوانه وأخواته ويسهر طول الليل مع أولاده وزوجته، يطعن في القريب وفي البعيد، وما في أحد في الدنيا إلا هو، يملأ بطنه نتنا وجيفة وينام على هذه الجيفة النتنة وعلى هذا القذر يا عباد الله، فضلا عن أنه يمشط وجهه بأصفار من نحاس وينهش جسمه بأصفار من نحاس. حافظوا على الأعراض أيها الإخوة، حافظوا على أعراض إخوانكم المسلمين، انصحوا لهم، عودوا مريضهم، عودوا مريضهم، صلوا إخوانكم، زوروهم في الله، كونوا طيبين، كونوا طيبين، كونوا طيبين يا عباد الله. حافظوا على أعراض إخوانكم وأخواتكم، قولوا الحق ولو على أنفسكم، قولوا الحق ولو على أنفسكم. إذا ذهبت للقضاء تشهد أخوك بينه وبين آخر خصومة والحق مع الآخر، قل الحق، أنت تنقذ أخاك من عذاب الله،
تنقذ أخاك من عذاب الله. انظروا إلى مقولة الفاضلين اللذين سمعتم ذكرهما، اللذين دخل على داود عليه السلام قال خصمان بغى بعضنا على بعض. ما المراد؟ احكم بيننا بالحق، انتصف للمظلوم منا ممن ظلمه، ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله. أرشدنا أيها القاضي إلى الطريق الذي يقربنا من الله، حملناها لك. قد أكون أنا فاهم غلط أو أخي فاهم غلط، حملناك القضية أمام الله، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآيات. أيها الإخوة، شئنا ما بينا فنحن مع مسلمي العالم كله إخوة، هم لنا إخوة ونحن لهم إخوة. مسلم في روسيا أخ لنا، مسلم في الباكستان أخ لنا، مسلم في غزة أخ لنا، مسلم في القدس أخ لنا، مسلم في اليمن أخ لنا، وفي ليبيا والسودان، في بلاد العالم كله، في بلاد العالم كله. إن ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، إنما قال إنما المؤمنون إخوة. فلتحيا الوشيجة الإيمانية وسحقا للعصبيات الجاهلية. إن أي شخص يسعى لتمزيق هذه الأخوة الإيمانية، سلفه السيء عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، الذي كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالذي يفرق بين المسلمين سلفه السيء عبد الله بن أبي بن سلول. لقد ذكر بعض المصنفين في الكبائر، قالوا من الكبائر إغضاب الأخ في الله بغير سبب، وأوردوا الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، أن أبا سفيان بن حرب مر على بلال وعمار وسلمان وصهيب، بعض فقراء المسلمين الذين كانوا فقراء، فرأوه يمشي آمنا سالما. وهذا الذي كان يقول يوما ما أعلى هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، الشاهد أنهم قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ هذا الرجل سيد قريش. وذهب يشكوهم بزعمه إلى رسول الله، يظن أن الرسول سينصفه عليهم. فقال له الرسول مع صداقته لأبي بكر يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فما كان من أبي بكر إلا وأنه جرى مسرعا لإخوانه، أغضبتكم يا إخوتاه، العفو يا إخوتاه. قالوا غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك يا أخي. فالشاهد أن إغضاب الأخ في الله بسبب بلا ذنب ستأثم عليه. اتقوا الله في الأخوة الإيمانية. وفي الختام، ونحن في هذه المجالس في أمن وأمان والحمد لله، لا ننسى إخواننا الذين يبيتون بالصواريخ والقاذفات، قاذفات الطائرات، يبيتون بالصواريخ التي تصم الآذان، التي تسبب صمم الآذان ودمارا للبيوت وهلاكا للأطفال. لا ننساهم أبدا، فهم إخوة لنا. وابتلوا، ونسأل الله أن يثبتهم على الإيمان وأن يقبضهم إليه إذا قبضهم، مؤمنين موحدين لاحقين بالذين قضوا نحبهم من الشهداء. اللهم آمين. لا ننسهم بدعاء، وكما قال رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهم جياع، ومنهم من أسر، ومنهم من مرض، فأطعموا الجائع
وفك العاني وعود المرضى. من استطاع أن ينفع أخاه بأي صورة من صور النفع فليفعل، فمن عجز فالدعاء له أثره العظيم بإذن الله. في الثلث الأخير من الليل ندعو لهم، في الثلث الأخير في أعقاب الصلوات وفي ثنايا الصلوات وفي ثنايا العبادات ندعو لهم أن يحفظهم، فهم منا ونحن منهم، هم منا ونحن منهم، ولنا ولهم الله، ولنا ولهم الله الكبير المتعال، لا نلجأ لأحد سواه. إذا كان أهل الكفر ذهبوا إلى كفار أمريكا الذين يبيحون فعل قوم لوط، والذين أعلنوا أن دولتهم دولة مثلية، الرجل يتزوج الرجل، إذا كان هؤلاء هم أولياء للذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم أولياء للذين قالوا يد الله مغلولة، فنحن ولينا الله، ولن يخيب أبدا ولن يخيب أبدا من تولاه الله، لن يخيب أبدا من تولى الله. اللهم كلنا ولإخواننا وليا ونصيرا، وكلنا ولإخواننا معينا وظهيرا. اللهم كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين، وانصرنا وانصر إخواننا على من بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. نسأل الله الثبات لنا ولكم على الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.